أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقلنا إن الله علم على واجب الوجود، وعلم واجب الوجود هو الاسم الذي اختاره الله لنفسه وأعلمنا به. ولله أسماء كثيرة كما روي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأل الله بكل اسم هو له أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه، أي بخصوصية أو استأثر به في علم الغيب عنده. فلا نظنن أن أسماء الله هي كلها هذه الأسماء، ولكن هذه الأسماء هي التي أذن الله سبحانه وتعالى أن نعلمها. ومن الجائز أو نص الحديث يفيد أن الله قد يعلم بعض خلقه أسماء له ويستأثر بأسماء سنعرفها يوم القيامة حين نلقاه. حين نتكلم عن الأسماء الأخرى نجد أن الأسماء الأخرى ملحوظ فيها الصفة، ولكنها صارت أسماء لأنها الصفة الغالبة. فإذا قيل القادر مع أن ذلك وصف يوجد في البشر نقول ولكن القادر إذا أطلق انصرف إلى القادر الأعلى وهو الله، والسميع كذلك والبصير كذلك والعليم كذلك. وقلنا إن من أسماء الله سبحانه وتعالى ما تجد له مقابلا، ومنها ما لا تجد له مقابلا. فالذي تجد له مقابلا إذا قيل لك المحيي تجد المميت، المعز المزل، لأنها صفة يظهر أثرها في الغير، فهو مميت لغيره ومعز لغيره ومذل لغيره. لكن الصفة إن لم يوجد لها مقابل نسميها صفة ذات، فهو حي لا نأتي بالمقابل، عزيز لا نأتي بالمقابل، ولكن معز نقول إيه وحي ما نجيش بالمقابل، إنما محي نأتي بالمقابل. فدي اسمها صفة فعل، فصفات الفعل يتصف بها وبمقابلها لأنها في الغير، لكن صفة الذات لا يتصف إلا إيه إلا بها. حينما قال الحق الله ويريد أن يعطينا بعض تجليات الله في أسمائه أو المتعلقات به، أول شيء قال الله لا إله إلا هو ليحقق لنا صفة التوحيد. ويجب أن نعلم أن إلا هنا ليست أداة استثناء، لأنها لو كانت أداة استثناء فكأنك تنفي أن يوجد آلهة خارج منها الله، يعني لو كان الله وإياهم تبقى صح، لو كان الله معهم، لو أنها للاستثناء لكانت تبقى للإخراج، مفيش آلهة خارج عنهم ربنا، يبقى في آلهة داخل فيهم ربنا، يبقى إن ما هي ما تحققش إيه الوحدانية، لأنه يبقى له إيه يبقى له شريك. لا ده مش إلا الاستثناء، دي إلا اسم يعرفوها إيه، إلا ليست حرف استثناء ولكنها اسم بمعنى غير، كأنه لا إله غير الله، ما فيش إله غير إيه غير ربنا. ولذلك غير إلا ما يظهرش عليها الإعراب، إلا لا يظهر عليها الإعراب، يقوم وهي بمعنى غير تبقى هتبقى مرفوعة، فجعلوا الضمة اللي كان يجب أن تكون على إلا نظرا لأن إلا مبنية جعلوها على ما بعدها، على ما بعدها، يبقى الإله الله لا إله غيره الله. مفهوم الكلام ده يفهموها؟ طيب إيه يبقى إلا ليست أداة إيه استثناء، لأنها لو أداة استثناء كان يبقى منطقها إيه لا توجد آلهة خارج عنها الله، يبقى توجد آلهة وياهم الله معهم الله، وهو مش الكلام كده، لا إله إلا الله يعني ما فيش غيره.
وقلنا ان هذه القضيه معها دليلها، والا فلو كان فيه اله اخر يقول لنا بقى ها يعلمنا. نعم، الله لا اله الا هو. واعجبني الله يرحمه الدكتور عبد الوهاب عزام، كان الدكتور عبد الوهاب عزام رحمه الله متاثرا بالشاعر اقبال، شاعر الباكستان. والشاعر اقبال كان له شيء اسمه المثاني، يقول بيتين شعر في معنى وبيتين شعر في معنى، وكان غالب عليه الفلسفه الاسلاميه والفكر الاسلامي، فكان متاثر بها الله يرحمه الدكتور عبد الوهاب عزام، فجعل له في المثاني ايضا يعني يناظر فيها مين؟ يناظر فيها اقبال، فيقول لك ايه؟ انما التوحيد ايجاب وسلب، يعني موجب وايه؟ وسالب، متأثر بالقضية الكهربية. إنما التوحيد إيجاب وإيه؟ وسلب، فيهما للنفس عزم ومضاء. ليه؟ قال لك لأن ما دام نفيت الآلهة غير الله كأنك تخليت عن غير الله وأوجبت الله، يبقى مفيش عندك إيه؟ يبقى بقول إنما التوحيد إيجاب وإيه؟ وسلب، فيهما للنفس عزم ومضاء، لا للنفي وإلا للإثبات، لا وإلا قوة قاهرة، فهما في القلب قطب الكهرباء. فهما في القلب إيه؟ قطب الإيه؟ كأن الكهرباء تيجي إزاي؟ إنك أنت تيجي تسلب وتجيب، فالإجاب في إيه؟ إلا، والسلب في إيه؟ ومدام فيه إجاب وسلب يبقى فيه شرارة ولا لأ؟ فيه إيه؟ الشرارة. نعم،